أهلا وسهلا بكم في تحدي جديد من قناة تعلم مع آدم وإياد. هذا تحدي من عالم كرة القدم، عليك أن تعرف نادي اللعب في أقل من 20 ثانية، فهل أنت مستعد؟ هيا نبدأ التحدي. ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول أم الثاني أم الثالث؟ ماذا ستقولون؟ آدم يقول هذا الفريق. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول أم الثاني أم الثالث؟ إياد يقول هذا الفريق. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول، الثاني أم الثالث؟ آدم يقول هذا الفريق. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول، الثاني أم الثالث؟ آدم يقول هذا الفريق. نعم إجابة صحيحة، لقد ربحت التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول، الثاني، الثالث؟ إياد يقول هذا الفريق. نعم صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول، الثاني، أم الثالث؟ آدم أم إياد؟ إياد يقول هذا الفريق. صحيح، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، ما هو فريق هذا اللعب؟ الفريق الأول، الثاني، أم الثالث؟ آدم يقول هذا الفريق. نعم إجابة صحيحة، لقد ربحت هذا التحدي. التالي، إذن نشكركم على المشاركة، لا تنسى الاشتراك في قناة تعلم مع آدم وإياد للمزيد من التحديات، وعلقوا رابط التطبيق باش تلعبوا انتم هذا الجو في صندوق الوصف. إلى اللقاء وإلى تحديات أخرى.